إذا اليوم راح أحكي عن فاراديز لو ولينزز لو. تذكر المرة الماضية حكيت إنه العالم كريستيان هانز أورستيد في 1820 اكتشف إنه في ارتباط ما بين إلكتريك كارنتس وماجنتيك فيلد أو ماجنتيك فلوكس. فشاف الارتباط ما بين الالكتريسيتي والماجنتيزم لما كان بيشتغل في دائرة ويسكر يفتح التيار في الدائرة وجد انها بتحرك بوصلة. 1831 مايكل فاراداي الانجليزي وجد انه التغير changing magnetic flux يؤدي الى الكتروموتيف فورس، والتيار هذا بنلخصه بالشكل التالي، بنقول انه الاي ام اف او الجنريتد اي ام اف او البروديوسد اي ام اف يساوي ماينس، نفترض انه عندي لفه واحده، اذا عندي عدد من اللفات اضرب في ان دي فاي على دي تي. في هون اشاره ماينس راح احكي عليها، اشاره ماينس هي مرتبطه في لينزز لو. الاي ام اف بالفولتس طبعا وحدته هون بالفولتس في بيساوي عندي هون فاي راح يكون ويبرز بير سكند اللي هو الريت اوف تشينج اوف فلكس، يعني الريت اوف تشينج اوف فلكس بيولد عندي فولتج من هون، والاشاره النيجاتيف الماينس هون هي تفسير للينزز لو اللي موجود عندي. لو اخذنا بدنا نفهم هذا القانون ممكن نطلع نقول لو انا عندي هون لوب وحده، لوب يعني حلقه، لو انا هون عندي حلقه وجيت راقبت هذه الحلقه وبعدين الحلقه بدي استفيد منها بدي امرر تيار في مقاومه هون من هذا الشكل، نيجي نسال السؤال قديش كمية الفولتج اللي راح يتولد على اطراف هذه اللوب راح يتناسب هذا مع عندي انا فاي موجوده هون، فاي طبعا ممكن تكون داخل الصفحه ممكن تكون طالعه من الصفحه من هون، بس اللي بوصل متاخر شباب ما يقطع الكاميرا هيك.